وسط الآثار القديمة الكثيرة ينطلق معرض فني حاملا عنوان الصدى الصامت بحفل قدمت فيه رقصة الدبكة التقليدية اللبنانية وبتنظيم من كارينا الحلو بمشاركة ديانا إبل وجمعية استوديو كور آرت. نحن هون ببعلبك قررنا نقيم بمعرض اسمه الصدى الصامت مع 9 فنانين عالميين ولبنانيين، وفكرة الصدى الصامت هو حوار بين الفن المعاصر والأثار. ووفر المعرض للزوار فرصة التجول بين الممرات الأثرية وتأمل أعمال من الفن المعاصر في بيئة تاريخية. فكرة المعرض هي الأخطار العديدة يلي بتتعرض عليها الأثار، يلي هي المناخ، الإهمال، النسيان، وكمان التدمير والحروب والاحتلال. وبعلبك هي كمان كانت يعني من أهم الرمز يلي فيه بحضارتنا اللبنانية، ومش هيك نقينا هالمحل وقمنا بهالمعرض. وتقدم في معرض الصدى الصامت أعمال فنانين من لبنان والصين وفرنسا والولايات المتحدة والبوسنة، إضافة إلى أعمال لكل من آي واي واي وزياد عنتر وتيو مارسي. ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض الفنان التشكيلي اللبناني مروان رشماوي، الذي يسعى إلى تسليط الضوء على التناقض بين الإسمنت والحجر الروماني. كنا عم بندمر المنطقة كلها لأنه مضلنا نتحارب ونفل على كندا وأستراليا. بعد يجي الناس من بعدنا ويقولوا مين كان في هون، بلشوا يحفروا، راح يطلع معهم هاي الأركيولوجيا اللي هي معمولة من الإسمنت بدل ما الحجر مثلا. وهذه أول مرة يتحول فيها متحف قلعة بعلبك، وهو ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة يونسكو، إلى ساحة عرض للفن المعاصر. وسوف يستمر معرض الصدى الصامت حتى 17 من أكتوبر المقبل.